السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة هوات ناني. اقتراحي لكم اليوم أخواتي هو عبارة عن حرشة سائلة سريعة جدا في المقلاة. أنا هنا عملتها بنسمة البرتقال وجوز الهند. يمكن لكم أنتم ما تعملوها بالنسمة المحببة عندكم، يعني مثلا الفانيلا وعوض عصير البرتقال تعملوا الحليب، أو يمكن لكم تعملوها بنسمة الليمون الحامض وتعملوا قليل من عصير البرتقال، ويمكن لكم تعملوها بحجم كبير كما عملتها أنا هنا، أو لا يمكن لكم تعملوها على شكل ميني حرشات، يعني مقيلة صغيرة تطيبوها فيها وتعطيكم واحد العدد لا بأس به. الحرشة سريعة جدا ولذيذة وكتوجد بسرعة، يعني تنفعكم لضيوف الغفلة. تبعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتطبقوها. بسم الله وأبدأ على بركة الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبة لهذه الحرشة السائلة بالحليب ونكهة البرتقال وشوية ديال الكوك، فغادي نحتاجو المقادير التالية. عندي هنايا ربعة ديال السميدة رقيقة، السميدة اللي كنعملو بها البسبوسة أو الحرشة، أو زوج كيسان ونص ديال العنبة مع نص معلقة صغيرة ديال الملح. هنايا عندي ربعة المعالق كبار ديال جوز الهند أو الكوك. عندي ثلاثة المعالق كبار ديال السكر. بالنسبة للسكر تقدروا تعملوا زوج معالق حتى لأربعة، يعني حسب ذوقكم. وعندي هنايا كاس ديال طبيعة الحال كاس ديال العنبة ديال الحليب دافي. لا أحتاج للتذكير بأن المقادير بالمعادلات إن شاء الله غادي تلقاوها في صندوق الوصف. عندي هنايا كاس مملوء جيدا ديال الحليب دافي. عندي هنايا تقريبا اكثر من نصف كاس ديال عصير البرتقال. هذا البرتقال داكشي اللي خرجت ليا هنا يعادل تقريبا واحد 100 مليلتر. عندي هنايا اقل من ملعقه صغيره ديال قشور البرتقال محكوكين، هذه النسمه. وعندي هنايا نصف ملعقه صغيره من خميره الخبز او الخميره الفوريه. وعندي كيس ونص ديال البيكنج باودر او الخميره الكيماويه، ما يعادل 12 غرام او واحد المعلقه كبيره ونص. وعندي هنايا ثلاثة هاد المعالق كبار ديال الزيت. وعندي معلقه صغيره ديال مربى المشمش، المفروض انني نعمل مربى البرتقال مابقاش عندي، فغادي نعمل المشمش وغادي نحتاجه ايضا حتى في التزيين. الحليب غادي نخليه حدايا في حاله الى خصني الخليط مثلا بان ليا شرب بسرعه، فغادي نضيف واحد الشويه باش نخففو قبل ما نطيبو. هنايا غادي نبداو غادي ناخذ واحد الاناء غادي نحط فيه اولا معلقه صغيره ديال مربى المشمش، وكما قلت الا كان البرتقال يكون افضل. غادي نضيف عليها هذا القشور ديال البرتقال مع الخميره الفوريه او خميره الخبز، ونضيف هذا الحليب، نضيف عصير البرتقال والحليب الدافي. غادي نضيف جوز الهند او الكوك والسكر والزيت. عندي ثلاثة المعالق كبار. نخلط هذا الشيء مزيان. هنايا خلطت هذيك العناصر الاولى مزيان. غادي نضيف هذه الخميره الكيماويه او البيكنج باودر على هذه السميده والملح. غادي نحاول يعني ندخل البيكنج باودر في السميده باش ما تبقاش ليا مكركبه. غادي نضيفها. هنا كتشوفوا كنحصلوا على خليط رخو بحال هكذا. هانتوما دابا غادي نعمل المقله تسخن باش نطيبها، لان كل ما طولت بها خليتها غادي تنشف ليا. اخواتي خدينا مقله، انا هذه عندي القطر ديالها
28 سنتيم، غادي نمسحوها بواحد شويه ديال الزيت. ولاحظوا معايا واحد المساله، غير هاد الشويه على ما تسنيت المقله باش تسخن، شوفوا الخليط كيف تقال ليا. هانتوما دابا غادي نضطر نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الحليب باش يزيد يخفف، داكشي باش كنتو كنخليو الحليب حداكم راكم غادي تحتاجوه. السميدة كتشرب، جوز الهند كيشرب، داكشي باش ما خصكمش تعطلوا عليها تخليوها تسنى بزاف. النار غادي نعملوها هادئة، هانتوما غادي نفرغ هاد الخليط هذا. غادي نخليها حتى نحس بها طابت من التحت مزيان، وكما قلت النار تكون هادئه باش يدخلها الطياب مزيان، عاد باش نقلبها. واحد الملحوظه اخواتي، انا غطيتها باش تزيد تكرم ليا واحد شويه هنايا. لاحظوا منين هاد الجناب هادو يقصاحوا، ولكن الوسط كيبقى رخو. طبيعه الحال ما يمكنش ليا نقلبها لان حجمها كبير، فغادي نضطر ناخذ واحد الطبق بحال هكذا ونزلقها فيه بشويه، وعاد باش نحط فوقها المقله ثاني ونقلبها. يعني غادي ندهنها وغادي نقلب فيها هاد الحرشه هادي. هانتوما كتلاحظوا اخواتي انا خرجتها هكذا، حطيتها الوجه اللي طايب من التحت، وهذا لانها هو مازال كتشوفوا مازال رخو، ولكن الجناب هما اللي قاصحين فما يمكنش ليا نقلبها هكذا. دابا غادي نقلب المقله فوق منها. غادي نغطيها ثاني، ولكن هذا الوجه هذا اللي من التحت غيطيب اسرع من هذا. اخواتي الحرشه ديالنا ها هي طابت، لكن بغيت نعطيكم واحد المجموعه من التوضيحات. انا هنا استعملت مقلات بحواف طالعه، حبذا لو الا بغيتوا تطيبوا فحال هذا الشيء تعملوا الحواف يكونوا نازلين. وبالنسبه لهذا كونوا حريصين فاش تقلبوها، لان انا ها هي تشققت ليا واحد الشويه، ولكن بقيت معاها بالخاطر ها هي حتى ما يعني ما تشتتاتش ليا. لكن لو شي واحد عنده حركات عنيفه يعني ما كيسايش وما كيمشيش بالهداوه فاكيد غادي تشتت. يعني انتبهوا لهذه المساله هذه، انكم من الحواف ديال المقله يكونوا قصار باش تقدروا تزلقوها منين تبغيو تقلبوها، لان تزلق هكذا حتى يجي الوجه اللي طايب من التحت، وعاد باش تحطوا المقله ثاني بهذا الشكل هذا. لان هذه الحركه هذه ما قدرتش نوريها لكم وانا كنصور، لان كنصور فوق كويزينير ما عنديش كي ندير نشد مساحه كبيره، فمنين قلبتها حطيت المقله فحال هكذا وعاود هزيتها وقلبتها، فهمتوني؟ باش جا الوجه اللي ما طايبش من التحت. ما باش تقولوا ديك القضيه ديال انكم تقلبوها هكذا وتعاود تحطوها في المقله فغادي تلصق لكم، لانها مازال ما طايباش غادي تلصق لكم كلها في الطبق. بالنسبه للتقديم فاما تغبروها يعني فحال كي كنعملوا في الكيكات العاديين، اما تغبروها بالسكر بودره. انا هنايا مع عملت فيها جوز الهند فغادي نمسحها بواحد شويه بالمربى. هنا المربى المشمش نيس باش خدمت، ولكن كي قلت لكم الا عندكم مربى البرتقال يكون احسن. غادي نمسح ليها هذا الوجه هذا، انا راه كنمسح وهي مازال سخونه يعني ما تسنيتها لا بردات لا والو، باش تشرب واحد شويه وتزيد تعلق. وغادي نرشها بالكوك او جوز الهند، وها هي جاهزه يعني كتوجد في دقائق فقط، سريعه جدا. غير انا دابا مع التصوير يعني وتحط توجد المقادير ويعني كتهتم بشويه ديال التفاصيل، فخدات ليا تقريبا واحد 35 دقيقه هكذاك. ولكن الا غادي يعملها لواحد هكذا بلا ما يبدا يحط المقاسات في الطبيصلات وفي الكويسات وهذا، فغادي يسر بها دغيا. صافي دابا مسحت ليها الجوانب كاملين،
يمكن لكم ما تمسحوها بحتى شي حاجه، تحطوها هكذا وترافقوها بالجبن. انا كيعجبني بزاف الجبن مع الانواع ديال الحرشه، وهكذا وغادي نرافقها مع الجبن. يمكن لكم تطيبوها على شكل حصص صغار، يعني تعملوا شي مقله اصغر بحال هكا المقدار هذا، تقسموه على زوج ديال المقلات يعني يكونوا صغار. انا هذه كما قلت لكم عندي فيها 28، تقدروا تاخذوا مقله فيها 14 سنتيم، دوك الصغار اللي كنعملوا فيهم البانكيك، وتقسموا الخليط على زوج المرات. صافي، ها هي واجده للتقديم.